أشهد سلاع أشهد سلاع واش هذا قسم ولا سوق؟ احنا راه السوق بزاف علينا أستاذ، هضر على راسك عمي، انت اللي السوق بزاف عليك. أبارك ما تردوا عليا كي بدات الرمى، واسمعوني اش غنقول لكم. يا ربي ما يخصمش الهضبة، غدا ان شاء الله غندير لكم فرد فوجائي. يا أستاذ فرد فوجائي وتال غدا، وعلاش زعما؟ باش تفاجئوا مزيان اخويا. مني نضرت هذا التغوت هذا، ها هو يا بنادم حالي تخوف منها، وهي اننا راه ما فيها والو، وضعفوا الدرويش من هذا البيع هذا ديالنا هذا، ما ضعفوه، ما بقاتش الامكانيه كما كانت. النعناع كانت في الامكانيه كنا كنبيعوها بثمن، دابا طيحوا لنا من الثمن مره من زازوا بالفلاح حكايه، راه ما بقات تساوي والو. لك هذا مثلا كنشاركوا فيه دائما، وشبعنا هو ذاك واسم الحمد لله. الفرقه اللي غادي تشوفوها دريك راه غادي تتكون ان شاء الله، راكم كتشوفوا فيها اللي غادي نخدموا العروض دريك، راكم غتشوفوا فيه ان شاء الله كيفاش كنفرق الجمال وكيفاش 24 جمل كنخدمها. انا الحرب شجعتي المغرب. انا ما دروك نروح من بعد، يمكن يكون فارغ ما كانش الجزائر، نروح نتفرج المغرب على جوارينا، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جوارينا جار. وتحيه للمغرب، تحيه للشعب المغربي، وتحيه للجزائر، وحنا خوا وكل عام وحنا بخير، وان شاء الله يفرحونا كو سوا ليكيب ماروكان ولا ليكيب الجزائر، ان شاء الله يكونوا في المستوى. لا لا خويا، الحمد لله انا ربي عطاني داكشي، الناس كيخسروا عليه الفلوس، وانا الحمد لله طبيعيه في الفورمه ديالي واخده حقي. وانا كتباني ليا واخده حقك وحق لطيفه احرار. شوف راه كل واحد والموهبه ديالو، وكل واحد وحقه، وانا الحمد لله عندي فائض في الموهبه، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك، انت خاصك تخلصي الضريبه على هاد الفورمه ديالك. ايه باشا افندم،